مرحبا، اليوم رح نحكي عن خلط ألوان القواش. القواش هو نوع من الألوان المائية كتير مستخدم بعالم الأزياء والأقمشة. كيف نخلط القواش؟ رح أورجيكم، بس رح تحتاجوا الألوان الأساسية. لتغمقوا درجة اللون دايماً بتزيدوا عليه الأسود، وللدرجات اللون الأفتح بتخلطوه مع الأبيض أو بتمسحوا الفرشاي وبتغطسوها بالماء. رح نبلش بالأحمر. وممكن كمان نفتح بالأبيض ونغمق بالأسود، فرح أورجيكم. هاي هيك أغمق بدرجة مع الأسود، ننظف الفرشاي. هاي افتح مع الابيض. هلا بدنا ننظف الفرشاي منيح ونبلش بلون ثاني. هلا رح نبلش بلون ثاني ورح نبلش بالاصفر. هلا بدي نجرب نخلطه مع الاسود ونشوف ايش بصير. هلا بدنا نجرب نخلط الاحمر مع الاصفر ونشوف ايش لون رح يطلع. هلا زدنا الأصفر، فبلشنا بأورنج غامق، هلا صار برتقالي أفتح، وكل ما تزيدوا لون الأصفر رح يصير البرتقالي أفتح وأحلى. هلا بدنا نجرب بالأزرق. تأكدوا إنه دائماً تخلطوا اللون منيح. نجرب نخلطه مع الأسود. وهلأ نجرب نخلطه مع الأبيض. هلا بدي اجرب اخلط الازرق مع الاحمر. طلع لون بنفسجي. نجرب نزيد الأزرق أكتر. هلأ بدنا نخلط الأزرق مع الأصفر. نجرب نزود الأصفر أكتر. وهلأ الأزرق. من ثلاث ألوان أساسية قدرنا نطلع البرتقالي والبنفسجي والأخضر، فحتى لو بتخلطوهم مع ألوان تانية رح يضلوا يطلع معكم درجات وبضلكم تختبروا، ورح يطلع معكم الألوان اللي بتحتاجوها بس من الأحمر والأصفر والأزرق.